يسير أبو محمد إلى سوق الماشية بصحبة ممثلين عن إحدى الجمعيات الخيرية والتي توفر ما أمكن للاجئين السوريين في السودان، حيث قامت هذه المرة بتوزيع خراف الأضاحي على الأسر السورية في الخرطوم. يعني إلى الشعب السوري ما معتبرينهم لاجئين، معتبرينهم ضيوف. يعني كما شايفين بيوزعوا الأضحية وبيعملونا تعامل طيب وما شاء الله يعني بصحة وبعافية، الحمد لله بخير. يعني هنقسم لكل عائلة خروف أضحية، وهم هم هم بيذبحوهم بنفسهم ونحن بنقدم لهم الأضاحي، وهم كل عائلة بتذبح خروفة على حسب برنامجهم هم. أبو محمد والذي وصل إلى السودان قبل 4 أشهر بعد أن خسر كل ما يملك في سوريا، يسكن وزوجته وأطفاله 5 في شقة من غرفة واحدة لم يستطع دفع إيجارها، لتتكفل الجمعية الخيرية بذلك، بينما يواصل أبو محمد بحثه عن عمل لتأمين لقمة العيش لأبنائه. أول ما جيت على السودان يعني كان في معي شوية ذهب، بعناهن أكلنا شربنا فيهن يعني، وهسع صفينا على الحديدة يعني ما عاد إمكان نهائيا. لم تساعد الكلمات أم محمد للتعبير عما يختلج في صدرها من تخوفات على مستقبل أطفالها الذين لم يرتادوا المدارس. ترعى أطفالها بما أمكن وتأمل بغد أفضل يعيد لأطفالها ذكريات الماضي الذي عاشوه في سوريا. أنا مشتاق أرجع سوريا ومشتاق ألعب مع أصحابي زي ما كنا نلعب، ومشتاق المدرسة اللي كنت فيها أنا. تبقى فرحة العيد على اللاجئين أو الضيوف السوريين كما يسمون في السودان منقوصة، ولكنها أدخلت فرحة على أفراد الأسرة ربما لا تتكرر كثيرا في مقبل الأيام. يأتي العيد على الآباء لينسيهم هموم الحياة ولو لبعض الوقت، وعلى الأمهات ليفرحن بأبنائهن عيدا بعد عيد، أما الأطفال فيتمنون لو أن كل يوم عيد. محمد أبو العمرين، أورينت نيوز، الخرطوم.